السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة ديال اليوم. هذه الحلقة اللي غنشارك معكم واحد الوصفة بسيطة بزاف، علاج مشكل ديال الكحة أو السعال المزمن. مهما كان السعال أو الكحة عندك قوية ومتكررة بشكل يومي، إلا جربتي هذه الوصفة هذه غادي يعني تعجبك بزاف وما غاديش تعود تستغنى عليها. هذه الوصفة هذه يمكن لنا نعطيوها للصغار والكبار، وصفة جد قوية. إلا قلت وصفة جد قوية فهي فعلا جد قوية، لأنها وصفة مجربة وعطات نتائج ديالها 100%. هاد الوصفة هادي غادي نحتاجو فيها جوج ديال المكونات متوفرة في جميع المطابخ. هاد المكونات زيت الزيتون، كيف ما كتعرفوا كاملين الفوائد ديال زيت الزيتون يعني كتيرة بزاف. وغادي نحتاجو مكون تاني وهو مكون الكمون. لابد ان يكون الكمون بلدي، يعني الكمون البلدي. طريقة دي باش تستافدوا من هاد الوصفة هادي، ضروري اخواتي اخواني انكم توجهوا عند البقال اللي كيبيع هاد التوابل هادي، تاخدوا الكمون البلدي حبوب وتنقيوه في البيت ديالكم جيدا، ومن بعد تقوموا بالطحن ديالو باش تحصلوا على البودرة ديال الكمون البلدي، باش تقدروا تستافدوا من هاد الوصفة هادي 100%. هاد الوصفة هادي ما عندناش فيها شي مكونات اخرى اللي يمكن ليك انك تعجز على استعمالها، لاننا احنا معروفين يعني الا كانت الوصفه فيها بزاف ديال المكونات كنعكزوا اننا نحضروها، رغم ان الفوائد ديال المكونات الطبيعيه كترجع لينا الصحه ديالنا يعني الشيء الايجابي. هاد الوصفة هادي الناس اللي عندهم حساسية من الكمون يمكن لهم يغيروا الوصفة من قناة جرب وحكم، فهناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة في علاج الكحة او السعال المزمن عند الكبار وعند الصغار. الطريقة ديال التحضير ديال هاد الوصفة طريقة بسيطة جدا. ياريت انكم ما تبخلوش على نفسكم انكم تجربوا هاد الوصفة وتردوا عليا جزاكم الله خير في التعليقات، يعني النتائج باش يستافدوا الاخوات والاخوان وتعم الفائدة. طريقة ديال التحضير ديال هاد الوصفة او الاخذ ديال هاد الوصفة، فاش غادي نكونوا يعني عندنا الشخص في البيت يا اما كبير او صغير مصاب بالسعال او الكحة، وخاصة احنا مقبلين على فصل الشتاء، غادي ناخد واحد المعلقة كبيرة ديال الكمون، معلقة كبيرة ديال الكمون البلدي، ونضيفها يعني نضيفها في شي اناء طبسيل او ونضيف عليها واحد معلقة حتى لجوج المعالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الكمون البلدي، وكنكررها يعني كمون بلدي، نضيفو عليه جوج المعالق او معلقة ونص ديال الزيت كبار باش نحصلو على هاد الخليط بهاد الشكل هذا. كيف ما كتشاهدوا هذا هو الخليط ديالي. هاد الوصفة هادي واحد يعني الملاحظة ضروري، الى خديتو هاد الوصفة هادي بالنسبه للكبار ياخذوا هذه الكميه كامله اللي حضروا يعني من الوصفه معلقه كبيره والزيت ديال العود. كاين بعض الاخوات اللي يقولوا لي واش غنحضر كميه كبيره، ما دائما ما كنصحش انك توجدي من يعني الوصفه توجدي منها كميه كبيره. هذه الوصفه هذه سهله وبسيطه، يعني تحضريها في الحين وتتناوليها في الحين، يعني ما كتحتاجش واحد بزاف ديال الخدمه. بالنسبه للكبار الا حضرتوا هذه الكميه معلقه كبيره ديال الكمون البلدي مع زيت الزيتون غادي تشربوها كامله، يعني غادي تاخذوها كامله غتعطينا معلقه ونص. بالنسبه للصغار غادي ناخذوا منها معلقه صغيره ونعطيوها للاطفال الصغار. الاطفال الصغار اللي مصابين عندنا بالكحه وعندهم صدر ديالهم عامر يمكن لكم تعطيوهم معلقه صغيره ومباشره للفراش، يعني فاش غادي تشربوا هذه الوصفه هذه غادي تحسوا بواحد الحراره، لان الكمون عنده فعاليه يعني كي مع الجسم غتحسوا بواحد الحراره. الا بغيتوا الوصفه تنجح معكم اخواتي اخواني ضروري انكم تاخذوا الوصفه وتنعسوا يعني وتغطاو مزيان. هذه هي الوصفه ديالنا. كنتمنى الاخوات اللي طلبوا مني هذه الوصفه هذه، وخاصه الاخت مليكه بغات تعرف الطريقه ديال هذه الوصفه هذه وكيفاش تاخذها، لان عندها مشكل ديال الكحه كيتكرر عندها كل فصل ديال الشتاء، رغم انها كتستعمل العديد ديال الادويه ما كتعطيهاش يعني الفعاليه ديالها. كيف ما وعدتها انني نعطيها هذه الوصفه هذه والطريقه ديالها، ونعطيها حتى الاخوات والاخوان باش يستافدوا منها الجميع. كنتمنى منكم اخواتي اخواني انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لعلاج الكحه المزمنه او السعال المزمن مهما كان قديم. الكبار ناخذ معلقه كبيره اللي حضرت كامله نتناولها، هذه الكميه نتناولها كامله ومباشره على الفراش، يعني نتناولها قبل النوم ونمشي نتغطى ونعس.
واخا غادي نحس بالحراره نستحمل واحد شويه. غنكررها اليوم الاول الثاني غادي تحسي بان الكحبه او الكحه بدات كتنقص. اليوم الاول الثاني الثالث غادي تحسي بواحد الراحه كبيره. وهذه الوصفه هذه بالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه دائما كنوصي بتغيير الوصفه من قناه جرب وحكم. كنتمنى الشفاء العاجل لجميع الناس، وكنتمنى منكم اخواتي اخواني الا كان هذا الفيديو كيستحق التشجيعات ديالكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم ودعواتكم دائما معايا. ومرحبا بكم على قناتكم جرب وحكم، وايضا على قناتكم الثانيه جرب واستفد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.